السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل متابعين قناتي. يا رب دايما تكونوا بخير وتكونوا في أفضل حال. طبعا مكملين مع بعض سلسلة التعرف على المواد الخام الأساسية في تصنيع منتجات العناية ومستحضرات التجميل. فالنهاردة هنبقى حلقة 5. طبعا الحلقات كلها موجودة في بلاي ليست لوحده، هنزل لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف، كمان باقي التفاصيل بتاعت ازاي تجيبوا الخامات وتجيبوها منين، كل الحاجات دي في صندوق الوصف بنزلها. طبعا قبل ما نبتدي الفيديو بتاعنا اتمنى ان انتوا تشجعوا قناتي دايما، ولو بتستفيدوا معايا ان انتوا تعملوا لايكات كتير، كومنتات كتير، تشاروا الفيديوهات عندكم، ولو اول مره تشوفوا الفيديو او اول مره تشوفوا القناه ما تطلعوش الا وانتوا عاملين سبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يصلكم كل جديد. تعالوا نبتدي مع بعض ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. وهنتكلم النهارده عن حلقه حلوه قوي 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 عن اللانولين الشحمي. بجد في قصص كتير قوي وحكايات، يعني هنتعرف عليه بصفة عامة بقى، في بيجي منين وكل الحاجات اللي هي متعلقة بيه. تعالوا نبتدي ونقول اللانولين الشحمي. بصوا هو معروف ايضا باسم دهن الصوف او شحم الصوف او شمع الصوف. هو منتج طبيعي على فكرة، عبارة عن دهون شبه صلبة بتبقى لونها صفرة، مشتقة من الغدد الدهنية للأغنام وترسب مباشرة على ألياف الصوف، وهو غير قابل للذوبان عمليا في الماء. ليه درجة حرارة معينة او درجة ذوبان معينة، يعني ممكن لو مية سخنة جدا وحطيناه ممكن يبدأ يدوب، لكن لو على المية وجينا ندوبهم مع بعض ما بيدوبوش مع بعض خالص، ولكنه قادر على الاختلاط بحوالي ضعف وزنه بالماء دون فصل. يعني لو جبنا 50 جرام من لانولين شحمي حطينا ضعفهم مية وخلطناهم مع بعض بيندمجوا تماما بدون ما يحصل فصل بين المية واللانولين. هنا بقى في معلومات عندنا هنتكلم عنها، بيوضح دكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة واستشاري الأطفال وزميل معهد الطفولة جامعة عين شمس، أن اللانولين مرطب الجلد الشهير هو أصلا دهون الصوف، وهي مادة صفراء دهنية تعمل كمرطب وكعازل ضد الماء والحرارة وحرارة ضد الماء وحرارة الجو الخارجية. هنيجي بقى نتكلم عن المعلومات بجد اللي هتعجبكم جدا والحكايات بقى دلوقتي ان شاء الله. هنقول بيفرز اللانولين بواسطة الغدد الدهنية الموجودة في جلد الحيوانات ذوات الصوف، وهو عبارة عن كحوليات ودهون من الكوليسترول ومشتقات الأحماض الدهنية، وبيعطي صوف من 5% ل25% لانولين. الصوف أو اللانولين ده بيبقى مش موجود هنا، هم بيستوردوه من بره الدول اللي بيبقى عندهم الأغنام أو الحاجات اللي هي تبقى عندها الكميات الكبيرة من اللانولين. يستخرج من الصوف اللانولين الطبي النقي المعدل كيميائيا، والحساسية له أقل من الحساسية للصوف الطبيعي أو اللانولين الخام، ومن الممكن أن يسبب اللانولين غير النقي حساسية مفرطة لذوي الحساسية للصوف. يبقى نخلي بالنا احنا اللانولين اللي بنشتريه بيبقى لانولين طبي، بيبقى مقرر أو يعني معدل. بيستخدم اللانولين الطبي في ايه بقى؟ هنا بيدخل معانا في مستحضرات التجميل وبعض الشامبوهات ومرطبات الجلد وكريمات علاج تشقق الشفتين، ويضاف ايضا الى حفاضات الاطفال وكريمات البحر ومزيلات المكياج وسبراي الشعر وكريمات الحلاقه وكريمات الحفاضه لعلاج الحروق البسيطه. بجد 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 اللانولين من الحاجات اللي مجالها واسع جدا، وان شاء الله في التركيبات اللي هنعملها على القناه هنعمل منتجات كتير جدا من اللانولين، ونعمل منتجات تجارية، وبجد ان شاء الله يعني هتلاقوا حاجات لأول مرة على القناة بإذن الله تستفيدوا بيها. نيجي نكمل. وبيعالج وبيتحط كمان في ايه؟ في الكريمات اللي هي خاصة بخشونة القدمين وكمان الجروح الجلدية البسيطة، وبيستخدم ايضا كمادة اساسية مع بعض المراهم لتسهيل امتصاص الجلد لهذه المراهم. يبقى المنتجات اللي هي بتتباع في الصيدليات في مراهم معينة بيدخل فيها اللانولين دي عشان المنتج ذات نفسه لما نيجي ندهنه على بشرتنا الجلد يمتصه بسهولة. نيجي نتكلم عن الاستخدام الصيدلاني. هو ليه استخدامات على فكرة واسعة، ولكن احنا النهاردة هنتكلم في بعض المجالات الخاصة بينا. بعتذر. نيجي للاستخدام الصيدلاني. اول حاجة بيستخدم اللانولين بشكل واسع في الاشكال الصيدلانية الموضعية وفي مستحضرات التجميل، وبيعتبر اللانولين كارها للماء، ويستخدم في المستحضرات اللي هي فيها مية وزيت من الكريمات والمراهم. لقد وجد انه عند مزج اللانولين مع زيت نباتي مناسب والبرافين السائل نحصل على كريمات مطرية للبشرة مع اختراق جيد للجلد، مما يسهل عملية امتصاص المادة الفعالة. هنا بقى عادة ما يمتزج
عدا ما يمزج اللانولين مع ضعفي وزنه من المية دون حصول فصل بين طوري المستحلب، فنحصل بذلك على مستحلب ثابت لا يفسد بالتخزين. نيجي بقى التأثير على صحة الجسم. على الرغم من تصنيف اللانولين من فئة المواد غير السامة، إلا أن استخدامه أو استخدام مشتقاته قد يترافق بحدوث تفاعلات من فرط التحسس الجلدي، حيث أنه من الواجب عدم استعمال اللانولين عند وجود معرفة مسبقة بالتحسس تجاه اللانولين. يبقى نخلي بالنا ان اي منتج نعمله فيه لانولين نعمل عليه اختبار للحساسية الاول، وده هنعرفه من خلال التركيبات ان شاء الله. على اي حال، فان تحسس الجلدي اللانولين غير شائع نسبيا، حيث يقدم احتمال حدوث فرط التحسس باللانولين 5 أشخاص لكل 1,000,000 شخص، يعني النسبة ضئيلة جدا. فنخلي بقى، يعتقد بأن الحساسية بتنشأ بسبب احتواء اللانولين على كحولات دهنية اللي هي الشحمية بنسبة أكبر مما هو موجود في الكحول، كما يجب الأخذ بالاعتبار السمية الناتجة عن بقايا المبيدات الحشرية. هنا بقى هنشوف باقي الحكايات بتاعتنا. على أي حال، فقد توفر تجاريا أصناف مكررة ومنقاة من اللانولين ذات نسبة ضئيلة من المبيدات الحشرية لا تسبب تفاعلات تحسسية. يتوفر اللانولين في شكلين مختلفين، إما اللانولين وكحول اللانولين. كحول اللانولين ده بيستخدم في المراهم ومنتجات العناية بالبشرة. اللانولين شبه منغلق، أي إنه بيشكل حاجز بيحمي البشرة وبيتم امتصاصه في نفس الوقت. بمجرد بقى هنا أن يغوص في أعماق البشرة يمكنه أن يحمل 400، أي ضعف وزنه الأصلي في المية، وبالتالي فإنه بيحافظ على ترطيب البشرة على سطحه من الداخل. نيجي بقى هنا نتكلم ليه بيعتبر اللانولين ضار للبشرة. كان كل شيء يسير على ما يرام حتى الستينات، عندما بدأ الأشخاص الذين يستخدمون منتجات اللانولين في الإبلاغ عن ردود فعل تحسسية، وكان ده بسبب المبيدات الحشرية اللي استخدمها مربو الماشية لتطهير الأغنام. إذا لم يتم تنقية اللانولين ومعالجته بالطريقة الصحيحة، فإن أثار المبيدات الحشرية والمواد الكيميائية بتبقى فيه، مما يسبب الحساسية. ولكن طبعا على فكرة، خلاص احنا دلوقتي بقى في تقدم تكنولوجي، فهنلاقي اللانولين بقى هو اللانولين المقرر الطبي، اللي هو خلاص شالوا منه كل الحاجات او رواسب دي، فبالتالي بقى صالح وما بيسببش اي حساسية. يبقى في وقت لاحق مع التقدم التكنولوجي في الممارسات الزراعية لم يعد استخراج اللانولين النقي مستحيلا، ثم عاد اللانولين مرة أخرى ليحكم صناعات التجميل والعناية بالبشرة. قد يحتوي اللانولين غير المقرر على مسببات الحساسية، لذلك يجب تنقيته من خلال عمليات متعددة. اللانولين النقي هو محفز ضعيف في كثير من الأحيان، لا يسبب أي ردود فعل تحسسية. نيجي هنا بقى، يعني احنا قربنا نخلص، بقى لنا صفحتين وهنخلص. يقدم اللانولين النقي مجموعة من الفوائد للبشرة. تعالوا بقى نتعرف عن الفوائد اللي هو بيقدمها. اول حاجة ان هو بيرطب البشرة، لان اللانولين مطري ممتاز ويقلل من فقدان الماء عبر البشرة. وعند وضع اللانولين على المرطب اليومي، فانه يشكل طبقة على البشرة لحبس الماء وتعزيز فعالية المنتج. تاني حاجة، في علاج تشقق الشفاه، يحتوي على نسيج شمعي بيغطي شفتيك المتقشرة ويمنع المزيد من التشقق، كما أنه يمتص الرطوبة من الهواء ويساعد على تجديد أنسجة الشفايف. تالت حاجة، قد يشفي حروق الشمس، له خصائص ترطيب يمنع فقدان الرطوبة ويحافظ على ترطيب الجلد لتقليل الإحساس بالحرقان وتقليل التقشر وتهدئة البشرة المصابة بحروق الشمس. نيجي بعد كده نكمل عندنا من الفوائد بتاعته، ان هو بيحافظ على صحة البشرة والأظافر، وكمان بيحسن الخطوط الدقيقة والتجاعيد. يعني بيعمل ايه؟ ان اللانولين مفيد بشكل خاص في حماية البشرة من مناخات الشتاء القاسية والظروف الداخلية الجافة. الناس اللي بشرتها جافة جدا جدا جدا، اللانولين انسب مرطب ليهم. في الكريمات المصنعة منه طبعا، او المنتجات بصفة عامة المصنعة من اللانولين، هيدي ترطيب رائع جدا للبشرة. بدائل اللانولين، لو في حد بقى عاوز يعمل تركيبة واحنا مش عاوزين نستخدم اللانولين وعاوزين نستخدم بدائل ليها، في بدائل، ولكن اللانولين على فكرة افضل بديل، افضل حاجة. يعني بدائل اللانولين عندنا زيوت معدنية، عندنا البارافين، عندنا الفازلين. الثلاث حاجات دول بتشكل هذه المكونات حاجز على الجلد لمنع فقدان الرطوبة. يبقى احنا دلوقتي اللانولين من اهم مميزاته ان هو بيدي رطوبة عالية للبشرة،
وبيحبس المية داخل البشرة فيديها ترطيب عالي فالبشرة ما تفقدش المية سريعا. طبعا احنا اتعرفنا على كل الحاجات، خلاص خلصنا حلقتنا النهاردة، اتكلمنا عن اللانولين واتكلمنا عن حكاياته وايه اللي حصل، وحصل حوارات يعني بس حاجات لطيفة جدا لحد ما خلاص بقى فيه لانولين مقرر طبي نقي، فهو ده اللي بدأ الناس تستخدمه دلوقتي فما بقاش بيحصل منه تحسس. فان شاء الله هنزل تركيبات على القناة هنستخدم فيها اللانولين كمصدر اساسي او كمادة فعالة في التركيبة، فان شاء الله لما ننزل التركيبات تابعوني. ولكن زي ما قلت لكم احنا لازم قبل ما نيجي نعمل منتجاتنا الخاصة بعناية البشرة والجسم او مستحضرات التجميل لازم نتعرف على الخامات بتاعتنا، لان مجرد ان احنا لما بنتعرف على الخامات كأننا احنا عرفنا كل الحاجات اللي احنا حابين نشتغل بيها، فنعرف هنحط ده فين وده الايه وده بيعمل ايه وهكذا. فاتمنى ان انتوا دايما في سلسلة التعرف على المواد الخام ترجعوا لها مرة تانية، تبدأوا تجهزوا كراريسكم وتكتبوا كل المعلومات يعني اللي انتوا حاسين ان هي اهم المعلومات في الموضوع عن كل مادة خام وتكتبوها. ان شاء الله هنكمل السلسلة والحلقة الجاية هتكون عن شمع العسل. هنزل لكم البلاي ليست الخاص بالمواد الخام وشوفوا الحلقات اللي فاتتكم لازم ترجعوا لها، كل حلقة بجد بتتكلم عن خامة ما ينفعش ان احنا ما نشوفهاش، لان معظم الخامات اللي بنتكلم عنها كلها نستخدمها في مجالنا، مفيش حاجة مش بنستخدمها، كل حاجة ليها نسبها، ليها اثارها الجانبية، ليها وضع معين بتتحط في التور المائي او الزيتي، ايه هي فوائدها، بنستخدمها لمنتجات البشرة او للشعر. فاتمنى ان انا ما اكونش بطول عليكم يعني، فخلاص احنا كده خلصنا النهاردة حلقة اللانولين. لو عجبتكم اكتبوا لي في الكومنتات ان استفدتم منها، ولو في معلومات حسيتوا ان انتوا سمعتوها لاول مرة عن اللانولين اكتبوا لي في الكومنتات، علشان انا بحاول ان انا اجمع لكم اكبر قدر ممكن من المعلومات عن كل مادة خام بحيث ان احنا نتعرف عنه من كل الجوانب، سواء بقى جوانب بيدخل في صناعات معينة او الصناعات اللي احنا بنستخدمها عندنا مجال التجميل والطبي، فنتعرف على الحكايات بشكل عام. وفي النهاية طبعا ان شاء الله اتمنى ان انتوا تستفيدوا معايا وتكون بتعجبكم قناتي، ادخلوا على القناة شوفوا بقية التركيبات اللي كانت موجودة قبل كده، خدوا فكرة عنها وابدأوا اعرفوا احنا بنشتغل ازاي، وتعرفوا على المواد الخام لحد ما ننزل تركيبات جديدة، وان شاء الله تبدأوا تعملوا مشروعكم من البيت ويكون مشروع مبني على اساس علمي وناجح باذن الله، ونتجنب اي اثار جانبية او اي اضرار نأذي بيها اي شخص تاني. لا احنا بنعمل منتج عاوزين نساعد بيه الناس، عاوزين نعمل حاجات طبيعية نرجع للطبيعة شوية، ونعمل حاجات بجد تفيدنا وتفيد الناس اللي احنا بنبيع لها المنتج ده، او لو هنعمله لنفسنا نعمل منتج احنا عارفين احنا بنحط فيه ايه، او احنا عارفين بشرتنا هي نوعها ايه، شعرنا نوعه ايه، فنبدا نحط الحاجات اللي احنا حاسين ان هي دي اللي هتفيدنا. وفي النهايه طبعا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، تابعوني في فيديوهات جايه، وما تنسوش سبسكرايب للقناه، فعلوا الجرس، ما تنسوش اللايكات والكومنتات، وشيروا الفيديو عندكم، واشوفكم فيديوهات جايه.